كده يا بنتي؟ كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟ وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معاها. ماشي. هنت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك، بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا. وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر، لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to, what I had to do.